مين عامل لك اياه؟ جد انت فرحتنا قدام الناس، جبنا لك كرسي وقعدناك عليه وما عارف ايش وتفصيل ومثلا ومش عارف تقول بهز 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 بهز. اول مزحه انا جبته. واحنا جبنا لك اياه مقصود الفريق العمل يعني. انا جبته عشان تريح عليه. هي انت مرتاح؟ الكرسي بالدير بالسوق ما انا جايبها مرات. طيب مرتاح؟ ليش ما جربته قبل تجيبه؟ ايش؟ ليش ما جربته؟ ليه ما قعدت عليه قبل تجيبه؟ هيك بهز قدام الناس فضحتنا. جربته. احنا شو موقفنا هسه قدام عرب الشيخ هزاز؟ شو؟ عرب الشيخ هزاز، شو نقول لهم هسه؟ واحنا بنهز قدامهم، قاعد لي هيك 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 هيك. بسم الله انك زهقتني يا ابو. طيب يلا ظبط الكرسي. خلينا نحكي بعدك الكرسي. طيب تفضل احكي تفضل. شو بتحب تحكي للعمال؟ انت شو بتحب تحكي للعمال؟ انا لاني انا بحب اعيد عليهم وبتشكرهم وبحكي لهم كل عام وانتم بألف خير، وامبارح ما شكرناكم عشان كان حظر كامل وكان عيدكم امبارح، وشكرا شكرا انكم بتساعدوا البلد يا حبايب قلب العمال. طب تعرف ان العمال امبارح كانوا معطلين؟ بعرف عشان عيد ميلادهم. لا، عشان كان امبارح يوم الجمعة وكان حظر شامل كمان ثنتين، مش عشان عيدهم. أصلا العمال هم الوحيدين اللي يوم العيد بيداوموا يوم عيدهم. والناس اللي شايفة حالها الكبيرة هاي هم اللي ما بيداوموش. تفضل يا بطل. خلينا نحكي يا زلمة. طب احكي يا حلمان. معك في معنى اتصال؟ الو؟ اي فصل. يقول لي هيهم قايلين جاي اتصال الك وقايل بديش يحيى بديش يحيى. لا بديش يحيى بديش يحيى. اصلي صح له. طيب احنا هسه خلينا نحكي. خلينا نحكي صح جد. صح له يحيى. صح له. اصلي صح له. ليش تحكي هيك؟ اركز هيك اقعد قدام الناس هادي وراكز وخلينا نحكي جد شويه. تفضل احكي يا ابو وطن. هسا بدي اسألك سؤال جاوبني عليه بجد بدون مزح. جد. شو افطرت اليوم؟ انا شو افطرت اليوم؟ جبنا لك خروف يا كبير. جبتوه الي؟ لا جبنا خروف على المغرب. طيب. حشينا لك يا ايش؟ ايش؟ دجاجة. حشيتوا خروف دجاجة؟ بعدين حشينا الدجاجة زغلول. زغلول؟ اه. يا سلام. بعدين حشينا الزغلول بيضة. يا سلام. بعدين حشينا البيضة ايش؟ ايش؟ سيسوت. واما شو طلعت لك؟ اكلة شاورما. شاورما؟ بالشهي. يا سلام. تليفون بريل. يا سلام. وخلنا نضحك على بنتك اول شي شوية. تليفون بريل. انا يا حبيب. انا. كذا. مرحبا. اهلا. بتتذكرني؟ تتذكرني؟ لما كنت تقول هلا هلا ابراهيم حبيبي. شو؟ قولك بتتذكرني؟ تتذكرني؟ يحيى يحيى. نعم. بدي أسألك سؤال. اسأليني. تقدر تعد للعشرة؟ تعالي عد للعشرة. هي قصدها بالإنجليزي. واجو. يلا عد. إبراهيم أنت إبراهيم؟ إبراهيم سلوت. اتذكرتك. بس من وين انت؟ انا بحبك كثير يا يحيى. يحيى بدي اسألك سؤال. اسألني يا إبراهيم. ايه هسا بتذكر شفتك مرة على الفيس انت كنت تلعب مع زبالة. شو؟ كنت مصور. هيدا تفضح فينا. بموت بموت. طلع عندك قصص يا كبير. انا بموت عليك كثير، بحضرك كل يوم. شايف؟ هيك الناس اللي بتحكي. وانا بموت عليك يا ابراهيم. قديش عمره ابراهيم؟ ان شاء الله ان شاء الله. اليوم. بدك تحكي مع الوطن؟ الو؟ احضر. بدك تحكي مع الوطن؟ بدك تحكي مع ابو وطن؟ مع ابو وطن بدك تحكي؟ يعني مع مية معك مع ابو وطن ومع او معك؟ لا احكي مع ابو وطن، احكي مع ابو وطن. يحكي معي ليش؟ ما في شي له صور معي. الو الو. كيف حالك يا ابو وطن؟ يا هلا بابراهيم، يا هلا. هذا في واحد بقلب الناس؟ يا
يعني صوتي في العنجد؟ هذا صوتي في العنجد؟ يعني مش واحد بتخوف؟ أنا من عجلون. لوز؟ أنا من عجلون. عندي من عجلون والله أهلا وسهلا. بس أول مرة بسمع بيها هالاسم. شو لا 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 ما بسمح لك. يا زلمة أول مرة بسمع. أول مرة بسمع بهالاسم إبراهيم. إبراهيم هو أخوك إبراهيم، تتخوت؟ أخوك مش اسمه إبراهيم؟ إبراهيم أنت جيت تترجع ما تعرفش عجلون، جيت تقول ما أعرفش إبراهيم؟ إبراهيم بأيوه من الاستديو. أي يعني ما يعني تعرف إبراهيم. شكراً يا عجلون، شكراً يا عجلون. شو هذا؟ إبراهيم إبراهيم. طيب إبراهيم هاي بنت ولا ولد؟ بنت ولا ولد؟ وراك إبراهيم؟ طبعا فكرة هاي صوتها زي صوت البنت. والله والله بقول لك اتصور معك ولو قصص معك وبتتذكرني وما انا عارف، وهسه صرت مين انت وبنت ولا ولد وشو مالك اليوم؟ شو مفطر انت عن جد؟ انت مفطر فول. شوفوا لانك مسطول.